وللحديث أكثر عن عودة التظاهرات في استجابة لدعوة الاحتشاد لمليونية اليوم 25 من أيار، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الناشط في التظاهرات عباس السلطاني. مرحبا بك معنا سيد عباس. أهلا وسهلا، قناة الرافدين، قناة إيصال صوت المظلومين إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك أستاذ عباس. اليوم دعوة للاحتشاد في مليونية كبيرة يرتقي فيها أول الشهداء مع كل أسف، وهناك العشرات من الإصابات. أرجو أن تضعنا في صورة الأجواء الآن بعد إطلاق النار والاعتداء على المتظاهرين وارتقاء هذا الشهيد. السلام عليكم، تحياتي لقناة الرافدين البطلة. أستاذي العزيز، إحنا اليوم خرجنا بمظاهرة سلمية، مظاهرة سلمية مليونية إن شاء الله، وظلينا محافظين على سلميتنا إلى أن أقدر أقول لك الأحزاب دخلوا بيناتنا المندسين وحاولوا يتعدون على القوات الأمنية، وصار يعني شلون أقول لك، بدأوا ويانا القوات الأمنية برمي الحجر. يعني بالبداية رموا الحجر على المتظاهرين، حاولوا يرجعوهم عن مكان تظاهرهم. من بعد رمي الحجر اشتغلت علينا الغاز مثير للدموع، الغاز مثير الدموع، وانت تعرفون كل شيء، كل زين غاز مثير الدموع، وهذا بالذات هو محرم. نعم. اصلا وراء غاز مثير الدموع اشتغل علينا الرمي الحي. من بعد الرمي الحي صدقني الثلاث شهداء، يعني انا شاهد عيان، مو متكلم عبثا، شاهد عيان، وعندي فيديوهات موثقه وادز لكم اياها ان شاء الله وتشوفوها. الثلاث شهداء ودعنا اليوم، ناهيك عن الجرحى، يعني حتى واحد من الجرحى. نعم. اعطيك اياها بالدليل الحي، واحد من الجرحى. اين كانت اصابات الشهداء؟ هل تعتقد انها كانت باصابات متعمده؟ يعني ما تقصد متعمده من قبل من؟ يعني هل كانت اصابات مثلا في الراس، في الصدر، ام انها جاءت برمي عشوائي؟ يعني احد الشهداء رحمه الله نطويها بالقصة، يعني بقصة الطلقة جالت، يعني من أقول لك بقصة ما معناته أنه متعمد عليه ورمي قناصة مينة، مو عبثا همينة. نعم. زين الآخر ذبحت برقبته. زين يعني مو عبثا، ما يعني أنا شايف، يعني اللي يريد يرمي المفروض يرمي بالجو، يخوف المتظاهرين أو يريد يرعب المتظاهرين حتى يرجعهم من مكان تظاهرهم، يرمي بالجو ما يرمي وجها لوجه. نعم. يعني ماذا عن باقي الإصابات؟ يعني كم تتوقع أعداد الإصابات حسب ما يرد الآن لديكم من أرقام؟ هل هناك أرقام محددة؟ يعني الإصابات تقريبا بالعشرات الإصابات، وثلاث شهداء، واحد من المصابين، يعني اعطيكيها بالدليل الحي، واحد من المصابين أحد مقدمي برنامج، أحد مقدمي قناة، برامج قناة البغدادية، يعني واحد من منتسبي قناة البغدادية انصاب بحجر، ما اقول لك بطلقه ولا لا، بحجر. نعم. لانه صار مواجهه قريبه بين المتظاهرين. طيب الاصابات والجرحى، هل تعتقد بانها ان هناك اصابات خطيره مثلا، او ان هناك اصابات متوسطه؟ أكيد. اكو متوسطه واكو خطيره، واكو شهداء نطينا، يعني الاحزاب والقوات والحكومه متعمده انه. نعم. ما تريد تتنازل عن كراسيها ومناصبها، ما تريد تتنازل لو مهما كان مهما، ولكن احنا وثورتنا، وصدقني، وخلي يسمعون الاحزاب، وخلي يسمعون كل من رمى على المتظاهرين اليوم، احنا باقين. والى يعني هذه النقطه بالذات استاذ عباس، انت احد المشاركين في هذه التظاهرات، والتظاهرات رفعت. نعم. رفعت مطلب انساني حقوقي من الدرجه الاولى، وقالت باننا نريد محاسبه من قاموا باغتيال وقتل العشرات او المئات من المتظاهرين في السنوات الماضيه. وهذا مطلبنا. فالذين يخرجون الان مع كل اسف يتعرضون لنفس الممارسات بالقتل والاصابه كما جرى مع الشهداء الذين تقول بان عددهم اصبح الان ثلاثه وهناك عشرات الاصابات. كيف تنظرون للموضوع؟ يعني حتى من يطالب بحقه يعتدى عليه ويقتل ويصاب بهذه الطريقة. أستاذ العزيز صدقني، هم لو ما مرعوبين، يعني اليوم لو تنظر الجيش الموجود داخل الساحة وعلى جسر الجمهورية، بالذات على جسر الجمهورية، القوات الأمنية الموجودة، يمكن أقول لك الجيش اللي موجود على جسر الجمهورية وحده يحرر فلسطين بكاملها.
زين انت علي من خال هذا الجيش كله؟ هذا الجيش من خاله؟ خاله على متظاهرين، خاله على ناس فقراء. لاحظنا في بعض الفيديوهات، في بعض الفيديوهات اعداد كبيره من عناصر الشرطه، صحيح؟ طيب ثق بالله، يعني الجيش يملا جسر الجمهوريه، يملا جسر الجمهوريه من بدايته الى نهايته. زين انت علي من نطلع هذا الجيش؟ هذا الجيش المفروض تطلع على الجبهات يحرر داعش، يحررنا من داعش ويحررنا من غير داعش. استاذ عباس، هناك على ما يبدو استجابه كبيره جدا للدعوات التي خرجت قبل فتره وقبل ايام من ان 25 من ايار يجب ان يكون مليونيه يحتشد فيها الناس ويطالبون بحقوقهم. ما الدوافع التي دفعت المتظاهرين من الشباب العراقيين والمشاركين للمشاركة معكم على الرغم من معرفتهم المسبقة بأن الحكومة والميليشيات ستعتدي عليهم بالقتل والإصابة كما جرى حتى الآن؟ أستاذي العزيز، الناس ملت، الناس يعني رادت تطلع ويانا لأن يشوفون الحكومة مدى تطيهم حقهم، يعني لا يرجعون مفسوخ العقد ماله، لا اكو تعيين، لا اكو خدمات، لا اكو بهذا الصيف اللاهب الحار كهرباء ماكو، فاكيد الناس لازم تطلع، يعني بده يشوفون ثوار تشرين هو طالع من اجله، ما طالع ثوار تشرين، ما طالعين من اجلهم، بده يتعاون بحقوقهم. نعم. ثوار تشرين طالعين ينادون بالنيابه عن الشعب، نعم، نعم. زين طالعين نيابه عن الشعب، والشعب اليوم من طلع مليونيه، الشعب اليوم اكيد ساندنا والحمد لله والشكر وريك بعد اكثر من خلال منبركم الكريم، اريد بعد اكثر الشعب العراقي يستجيب للدعوات الثوار تشرين، لان احنا ما طالعين من اجلنا، احنا طالعين من اجل العراقيين اجمع نيابه عن كل العراقيين المظلومين طالعين، ولهذا اليوم الشعب تقريبا استجاب وطلع بثوره مليونيه، ولكن الحكومه ما تريد هذا الشيء، لان يعرفون انه الجيش اللي خلوه اليوم على جسر الجمهوريه وبالساحه، والله قلت لك لو يحرر فلسطين بكاملها. نعم. ولهذا هم مرعوبين ما يريدون يسلمون. هناك بعض الأصوات أستاذ عباس، بعض الأصوات ومنها ميليشيا حزب الله تتهم التظاهرات بالسعي لتمديد عمر حكومة الكاظمي، كيف تردون على هذه الاتهامات؟ أستاذ العزيز، التصريح الهادي العامري أحد هو قادة الأحزاب، هادي العامري صرح تصريح، تعرف إيش قال؟ قال احنا هذا المشروع صار 40 سنه نشتغل عليه، تالي هيجون ذول الزعاطيط يقتل ثوار تشرين مع احترامي لهم، تالي هيجون ذول الزعاطيط ياخذون من عندنا، فهم مرعوبين يا اخي لانه مشروع صار له 40 سنه يشتغل عليه هو وايران. فمن يشوفون ثوار تشرين قرروا انهم يريدون ينهون هذا المشروع ما يقدرون، ينجن جنونهم ما يقدرون، يواجهونه بشتى انواع الاسلحه. يعني مو تقول عراقيين، لا والله انه الاحزاب مو عراقيين، لان ماكو عراقي يضرب عراقي، انت شفت لك لحد الان اسرائيلي ضرب اسرائيلي، الاسرائيلي ما ضرب هذا اليهودي اللي يقولون عليه يهودي، ما ضرب اخوه اليهودي، اذا كيف احنا المسلمين؟ كيف احنا المسلمين مسلم يضرب مسلم؟ على مود منصب، على مود كرسي. ثم يعني هذا الاتهام استاذ عباس يبدو ان هناك هدف خبيث من وراء هذا الاتهام بالقول انه مشكله المتظاهرين هي مع الحكومه، وبالتالي اذا غيرنا رئيس الحكومه او قمنا بتغيير الحكومه ستحل المشكله، وكأن هذه الميليشيات ليست هي المشكله اصلا. اخي حبيب قلبي، احنا مشكلتنا مو يا رئيس الوزراء، احنا يروح رئيس وزراء يجي رئيس وزراء، احنا هاي مو مشكلتنا، احنا مشكلتنا ويا الحكومه قاطبه، حكومه واحزاب. احنا نريد يعني احنا اليوم طلعنا النادي بسقاط النظام السياسي كله من الفهم وياهم، ما نريد احنا راح رئيس وزراء واجى رئيس وزراء، هو من مسيطر على رئيس الوزراء؟ هم الاحزاب اللي يمشون رئيس الوزراء وليس رئيس الوزراء يمشي الاحزاب. نعم، هم الاحزاب اللي يمشون رئيس الوزراء، احنا مشكلتنا مو ويا رئيس الوزراء، احنا مشكلتنا ويا الاحزاب، احزاب القمعيه هيك نقدر نسميهم، اليوم سميناهم من خلال هتافاتنا بالساحه الاحزاب. طيب. القمعيه، الاحزاب. طيب استاذ عباس اسمح لي، هذه الاحزاب التي تصفها بالقمعيه هل تتوقع ان تتمكن من قمع المتظاهرين وتدفعهم للعوده الى ديارهم بدلا من مراكمه هذا الحراك الكبير في الحقيقه والذي نشاهده؟ يعني هل تتوقع ان يتراكم هذا الحراك ويستمر في الايام القادمه؟ استاذ عزيز، احنا حراكنا ان شاء الله ماشي وماخذ دوره، لا احزاب تقدر ترجعنا ولا احد يقدر يرجعنا، احنا من رجعنا خلال هاي الفتره، احنا ما كنا راجعين وانتهت، قالوا ثوره تشرين انتهت، هي ثوره تشرين ما انتهت، احنا بدنا نشتغل وبدنا نعمل، موجودين بكل وقت موجودين. نعم. ومن نادينا يوم 25 نادينا بالخروج، انت شفت اليوم وشفت الاعداد اللي طلعت،
زين، فاحنا شو وقت ما نريد النادي بالخروج نطلع على الاحزاب، ولكن الاحزاب يتوهمون بان ثوره تشرين ابقى معهم وبقتلهم وبغاز مثير الدموع مالهم، يتخيل لهم انه راح ينهونه، ولكن هذا مستحيل انه ينهونه، وباقيين احنا لانه وعدنا الشهداء وعدنا الجرحى بان احنا ما راح نرجع كفر لعيون الشهداء، احنا باقين. شكرا لك الناشط في التظاهرات الاستاذ عباس السلطاني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد.